من القاهرة رسمت ملامح الإعلام العربي، ومنها سجلت في هذا المجال ريادة حقيقية، وساهمت بإعلامها في تشكيل الوعي الجمعي ليصبح الأكثر قدرة على التأثير. مرت سنون ليشهد الإعلام المصري في عام 2011 حالة من الفوضى التي ضربت معظم مؤسساته وترهلت روافده، ليصبح الإعلام المصري بعدها في مرحلة انتقالية يبحث عن منفذ للإصلاح والعودة من جديد لتشكيل الوعي والتأثير. في هذه اللحظة التي يتأهب الإعلام المصري فيها لاستعادة أمجاده، تقف أمامه مجموعة من التحديات، منها كيفية تلافي عيوب الماضي والقدرة على منافسة الإعلام الإلكترونية وضبط الفوضى التي شهدها في فترات ماضية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أهمية الإعلام وتأثيره، وطلب بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، وذلك من أجل مواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم كله. فهل يستعيد الإعلام المصري قدرته على التأثير؟ وهل يصبح قادراً على درء مخاطر انتشار الشائعات عبر منصات باتت مهمتها نشر الفوضى؟ وكيف يتفاعل مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة؟ أسئلة ربما تكشف عن إجابتها الأيام القليلة المقبلة.